طيب قبل ما تفكر في بعض المواضيع اللي ممكن يكون تقول ايش هذا او تستغربوا منها وتستعجبوا منها، حنسرق خبر من الاخبار من فقره الاخبار ونخليه الان، لانه حقيقي من اهم الامور اللي ممكن تسلطوا عليها. يصير بعد كده تقدروا تكملوا الحلقه على اليوتيوب. موضوع الخبر اللي عندنا هو اناره ال اي دي المضره بالعين، اللي قد منكم والاغلب اعتقد انه ما يعرف عنها، اذ حذرت هيئه الصحه البريطانيه من خطوره اناره الشوارع من نوع ال اي دي الليد زي ما يسموها بالعامي على عيون الماره والسائقين، لانها بتؤذي البصر وتتلف انسجه العين. وبدات الدول بالاعتماد على المصابيح ال اي دي للاناره نظرا لانها رخيصه، بصمتها الكربونيه اخف وايضا استهلاكها للطاقه اقل. طبعا طرات سمعنا كثير يمكن في الاخبار وفي مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوره ال اي دي، كثير منكم بيستخدمها في بيوته، بيستخدموها في الاماكن، في المطاعم، في الكافيهات. ليش؟ اول شيء لانه سعرها جدا قليل ورخيصه، ثاني شيء لانها موفره للطاقه، دائما بنسمع انه ال اي دي بيوفر في الكهرباء، ما بيصرف كهرباء عاليه، لانه دائما بتكون تقريبا من 6 ل 7 واط 8 واط 9 واط. أما الإنارات اللي مستخدمينها سواء في الشوارع أو الإنارات القديمة قبل الـ LED كنا نستعجب أنه تخيلوا معايا بتوصل لـ 60 واط 90 واط. طبعا كل ما زاد الواط كل ما غليت اللمبة، ومو غليت في سعرها كمان، كل ما غليت الفاتورة في الكهرباء. فتخيلوا معانا قد إيش هي فعلا موفرة، ولكن في المقابل مو كل شيء رخيص يعني مو مضر او ما بيضر عينكم. وسمعنا كمان في الاخبار انها بتضعف العين وتاذي البصر كمان. ففي يعني في كونفليكت حقيقه. واوقات الناس كمان تقول لك يا عمي الغالي سعره فيه، لا حبيبي ممكن الناس تضحك عليك، فانت خليك كمان اوزن واسال عن هذا الموضوع. طيب احنا خلونا يعني عندنا كمان سالفه حبينا ننبه عن هذا الموضوع، لانه خلال الاخبار حيكون معنا اتصال مهم من احد الدكاتره المختصين والاستشاريين لقرينه العين يعرفكم اكثر ويفهمكم، لانه في ناس يقول لك يا عمي ما حاعرف الا من دكتور. طيب حاضر، دكتور حيكون معنا في فقره الاخبار ويعرفكم مدى الضرر اللي ممكن يصيب قرنيه العين. ونحن اكيد راح نتعرف على اغلب واكثر المواهب اللي نالت على جوائز عالميه، ولكن بعد الفاصل.